ما حكم العمليات الاستشهادية في بلاد المسلمين المحتلة ضد الكفار؟ ده انتحار. واللي بيقول لك استشهادية ده أول حاجة خليه يتفجر هو. خليه يتفجر هو. يا شباب الإسلام، عبد الحي يوسف، يا شباب الإسلام، وينبغي علينا أن نذيقهم الويلات والتحية لأسامة بن لادن الذي دوخ أمريكا. تقول الليلة أمريكا دي جيبوا لها درب داخل كويس، دوخ أمريكا وعمل وعمل أها، وينبغي علينا أن نجاهدهم ونفعل ونفعل. نسوي شنو؟ لك بيت تحت تحت، يقول لك اسمع هاك الحزامنا، طيب ما تشتري انت واحد مالك، ولا اربط لك حق كده انت مالك ما بيشتغل معك، مستهبل مجرم. لك ينبغي ان يقتلوا، وعمليه تفجيريه وشيد، ولا بد تموت شهيد وكده، ويجيب لك نصوص صحيحه لكن هو فاهمها غلط. تمشي تتفجر في ناس مسلمين تموت بتاع منتحر منتحر، تمشي جهنم. ده كله لعب ساكن، ده لعب. ما في جهاد الا بكون تحت رايه، جهاد ما بكون شغل بتاع قتل للنفس وغيره. الجهاد ده بيكون فيه نكاية وعنده شروط، ولا بد من إقامة القوة. ربنا قال وعدوا لهم ما استطعتم شنو من قوة. اخواننا ما ممكن نحن هنا نمشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، في الآية دي ألا إن القوة الرمي، أن احنا بيضربونا بطيارة بدون طيار، فهمت؟ ونحن ما عندنا سلاح نجابها النازل، نمش نجاهد. هل ده مطلوب شرعا؟ ده ما مطلوب شرعا، ده بل من التهلكة المحرمة لغايه ما المسلمين يعدوا. هل ده معناه يقيف وما يقيف؟ يعني انت الليله كده مثلا جبت لك سلاح بيضرب بالاحداثيات، السلاح ده صنعه منه؟ صنعه الامريكي، يمكن يكون خدت لك فوقه مصيبه بالاغمار الصناعيه، توجهه كده ما يشتغل معك، تعمل شنو؟ ها ما هو ده زول متفوق عليك، عشان كده ربنا قال واعدوا. الموضوع ده لابد فيه من اعداد قوه، ما ثلاثة انفار ده شايل كمشته وده كده ويمشوا يمرقوا، لا الموضوع ما كده، فهمت؟ وده شغل العمل الأخوان المسلمين، تمشي له يقول لك هذا الحاكم طاغية وجبار وإن بشار وإلى آخره، طاغية وجبار، مرقت عليه وما قدرت عليه بنجمك بنجمك. فده الكل يا أخواننا من الأمور المخالفة للإسلام. طيب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.